اسطى، معلش، اصلا امي كانت واخده مني التليفون طول الاسبوع، كانت قافلاه. بس معلش، وبقى نتقابل في المدرسه. بقول لك ايه يا اسطى، قابلك عند الف مسكن؟ لا، امال قابلك فين؟ ماشي يا اسطى، اشوفك بكره الساعه 8. ماشي يا اسطى، سلام. ماما، هو ممكن اكلم صاحبي واتساب؟ بس يقعد، ما اياك تتكلم على واتس تاني. طب ليه يا ماما؟ عشان انت بعت رسالة لابوك. وفيها ايه يعني؟ وفيها ايه؟